اسم ديالي ملكة غبار، منسقة شبكة نساء ورجال تعليم ضد عقوبة الإعدام. هذه الشبكة تأسست منذ سنتين ونيف، الهدف ديالها هو التحسيس ضد خطورة عقوبة الإعدام التي هي مس بالحق في الحياة، وهو حق لا يتجزأ عن مختلف حقوق الإنسانية للإنسان. وبالنسبة لنا هاد الندوة هي المناسبة للحديث عن الترافع والتحسيس فيما يتعلق بمطلب حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام. الهدف ديالنا بالأساس من هذا الندوة هو الحث على تضافر الجهود والبحث عن إمكانيات الشبيك مع مختلف الهيئات التعليمية بمختلف مستوياتها من أجل هذا التحسيس والترافع للقضاء عن هذا الوعي للقضاء على الفكر الانتقامي الذي يقر بعقوبة الإعدام. عبد الرحيم جمعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. الندوة تنظمها شبكة نساء ورجال التربية والتعليم التي تأسست سنة 2022، والتي تعمل كما تعمل كل الشبكات الأخرى من أجل تحسيس والدعوة لنشر في أولا ثقافة حقوق الإنسان وللدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام. هذه الفرصة التي تنظمها الشبكة نساء ورجال التعليم فرصة للحوار، أين نسير مع عقوبة الإعدام، أين وصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أين وصل العالم اليوم بعد نضال مرير من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، لماذا توجد عقوبة الإعدام في المغرب، لماذا لا تقرر الدولة إلغاءها بصفة نهائية استجابة إلى المطالب الحقوقية، استجابة إلى المطالب العالمية، استجابة إلى الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام. أعتقد بأنه اليوم للمغرب فرص كثيرة ابتدأت منذ سنوات، ولكن الفرص اليوم مع دستور 2011 مع التقارير المختلفة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع تقارير المنظمات المعنية بإلغاء عقوبة الإعدام، أعتقد بأن الفرصة يجب أن لا تضيع من يدينا، وأن يأخذ المغرب المبادرة للالتحاق بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام. وبكل أسف المؤشرات ضعيفة، أقولها بصراحة، مؤشر خصوصا وأن المغرب لا يصوت على مقرر الأمم المتحدة القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين أنه لم ينفذ منذ سنة 1993. نحن في السنة 30 التي قرر المغرب عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك لا يقرر التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة. ولذلك أقول المسيرة لازالت طويلة والمسيرة لازالت فيها صعوبات، ولكن نحن نصر، وما وجودنا هنا إلا أننا نحسس، ندرافع، نلتقي، نرافع من أجل هذا المطلب الحقوقي والإنساني والمجتمعي الذي لم يعد الشك أنه يجب أن ينتهي بإنهاء عقوبة الإعدام. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.